قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويؤتى بالرجل يوم القيامة من المؤمنين الموحدين فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار يعرض عليه صغار عمله صغار ذنوبه قد عملت في يوم كذا وكذا كذا وكذا وكذا وهو مقر لا ينكر هذه الذنوب ولكن قلبه خائف من ذكر الكبائر مشفق منها فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة أعطوه مكان كل سيئة حسنة يعفو الله عن سيئاته ويكرمه بجعلها حسنات فيقول إن لي ذنوبا ما أراها بعد أن كان مشفقا من ذكر الكبائر أصبح طامعا في ذكرها حتى يعطى مكانها حسنات ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك حتى بدت نواجذه من حال هذا الرجل كان مشفقا وجلا خائفا من ذكر الكبائر فلما رأى كرم الله طمع فأخذ هو يبحث عنها ويقول إن لي ذنوبا ما أراها أي الكبائر التي خبئت عنه من أجل أن يعطى بدلها حسنات فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى بدت نواجذه وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.